السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جايلكم فيديو جديد، وهنعمل برضو إن شاء الله مع بعض وصفة حلوة قوي. الوصفة اللي احنا هنعملها يا جماعة هتبقى كويسة جدا لجميع مشاكل البرد. طبعا احنا الأيام دي الجو متلخبط شوية معانا، دايما في مننا كتير بيشكي. أنا الفراخ عندي عندها عطسة وفراخ بتطشم، الكلام ده كله إن شاء الله هقوله لكم في قلب الفيديو، وهنعمل مع بعض اقوى واحسن وصفه ممكن تعالج معانا كل المشاكل دي. تمام، يلا كده يا جماعه نسمي الله ونعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده بيقول ايه. اول وصفتنا زي ما انتم شايفين مبدئيا كده، انا عايزه اقول لكم ان المكان هنا يعني زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى، انا ما رضيتش اغيره الا ما تشوفوه معايا. في ناس قالت يا ام شيماء احنا عايزينك وانت يعني ايه بنت بتشيل الفرشه معانا، عايزين نشوفك انت بتعملي ايه. انا هقول لكم يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، بس عشان ما نضيعش الوقت يعني ونطول عليك الفيديو. بصوا يعني الفرشه ديت هي دلوقتي كده عايزه الغيار. بصوا هي شكلها عامل ازاي، بس هي يعني ايه هي ناشفه. بصوا هي ناشفه، بس عشان الريحه يعني ما تطلعش على نفس الفرخ بشيل الفرشه دي كلها كده. بصوا اهو الفرشه دي كلها بشيلها كده، بعملها كده وبنضفها وبشيلها، وبعد كده بحط فرشه جديده زي ما انتم شايفين. يعني هي يعني ايه بصوا هي ناشفه اهي اهي، بس برده هي يعني عايزه برده تتشال علشان الريحه يا جماعه اللي انتم شايفينها ديت، يعني المنظر اللي انتم شايفينه دوت ده ممكن يعمل ريحه امونيا للفرخ. علشان كده انا ان شاء الله بعد ما اصور معاكم هشيل كل ده، بس انا ما رضيتش اشيله الا ما تشوفوه، علشان الناس اللي بتقول لهم مش انتوا بتغيروا كل قد ايه. بصوا بقى يعني انتم شايفين اللون بتاعها عامل ازاي ده يا جماعه، ساعة ما بتبقى يعني او بتوصل للشكل اللي انتوا شايفينه دوت انا بشيل ما بسيبهاش لغايه ما بتتبل معايا وتتعب الفرخه. لا هي مع ان هي ناشفه، بس يعني برده بيكون لها ريحه. الريحه ديت ممكن مع التدفئه للفرخ ممكن تعمل ريحه امونيا، تتعب الفرخ، تعمل عينيهم تبص تلاقي الفرخ بقى عينيهم التهبه، تحس ان هو واقف كشش كده. فانا مش عايزه اوصل للمرحله دي. فانا ان شاء الله هصور معاكم الفيديو، وباذن الله لما اخلص هقوم شايله كل الكلام ده كلته وفي شكاره واقوم معبياه. تمام، عندنا جير بقى ولا حاجه كده، هنقوم جايبين شويه نشاره ومقلبين عليها كبشه جير صغيره كده، بس ما نخليش الجير طبعا يجي على وش الفراخ عشان ما يتعبهمش. وبعد كده هنفرش لهم زي ما انتم شايفين في قلب الصحاري اللي شايفينها ديت، او في قلب الصندوق اللي انتم شايفينه ده. تمام، طيب دلوقتي بقى هنعمل مع بعض برضو وصفة كويسة جدا. الوصفة اللي يا جماعة هنعملها برضو معاكم علشان ان شاء الله تشوفوها. العمر بتاعهم النهاردة طبعا 11 يوم، علشان الناس اللي متابعة تكون عارفة، والناس اللي هي داخلة جديدة يا جماعة بتشوف الفيديو تكون عارفة الفراخ دي عمر كام. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة بسم الله ما شاء الله، يعني الفراخ يعتبر كلها ما شاء الله ماشية معايا كويس جدا زي ما انتم شايفين. مقاسات كلها موحدة، مفيش فرخ كبير ولا فرخ صغير، دورة ماشية معانا بسم الله ما شاء الله حلوة قوي. الرك يا جماعة على نوع الكتكوت لما بتيجوا تجيبوه، الناس اللي يعني حابة تعملوا مشروع أو عايزة تعملوا مشروع، أهم حاجة نوع الكتكوت يكون كويس. محدش يستغرب يا جماعة، طبعا أنا قلت لكم امبارح على الكتكوت اللي واقف في الوسط دوت اللي واقف على الطوبة دوت، ده طبعا كتكوت بلدي، لحد يفكر إن هو كتكوت أبيض ولا حاجة، لا ده كتكوت بلدي، بس هو يعني ساب الكتاكيت زمايله وجه هنا عاش في وسط الكتاكيت اللي أنتم شايفينها دي. بس هو ان شاء الله هطلعه مع كتكوت البلدي كامل، عشان ممكن حد يشوفه يقول انت عندك كتكوت سرده مش هيما. لا ده يا جماعه بلدي اهو، ده بلدي تمام، بس هو يعني ايه بياكل ويشرب مع الفراخ كده عادي يعني مفيش مشكله. فدلوقتي ان شاء الله هنعمل برده مع بعض وصفه كويسه جدا. الوصفه ديت هتعالج معايا البرد وهتعالج معايا كل المشاكل المعويه، سواء بقى خفاشه سواء التهابات سواء طشمه، كل الحاجات دي ان شاء الله. هنحط برده يا جماعه الوصفه اللي احنا هنعملها ديت برده مكون كويس علشان المشاكل التنفسيه. تمام، طب يلا تعالوا بقى يلا هنعملها اهوت. بصوا انا جايب لهم النهارده ده يا جماعه مقدار كيلو علف. فبصوا بقى يعني ايه اول حاجه كده هنحطها بس يا جماعه اهوت، ده طبعا حبة البركة معايا ده أول مكون. نحط كده معلقتين حبة البركة دي يا جماعة، ده من أحسن الحاجات اللي احنا ممكن نحطها للفرخ طول الدورة. معانا برضو كده معلقة صغيرة من الزنجبيل،
اهي برضو مكون كويس جدا من القرفة. بصوا اهو، واخد معلقة كبيرة كده اهي من القرفة. ده كده يا جماعة حطيت الثلاث مكونات، هنقلبهم كده على بعض. نحط بقى الفراخ تاكل. طبعا المقادير ديت هنحطها على كيلو عدد. ده كده يا جماعه عملنا الخلطه للفراخ اهي زي ما انتم شايفين، وبسم الله ما شاء الله كله بدا ان هو ياكل تمام. طيب دلوقتي بقى هنعمل برده مكون كويس جدا على الميه. المكون دوت هيفتح شهيتهم برده على الاكل، يعتبر برده مطهر معوي مضاد حيوي وكل الحاجات الحلوه في المكون اللي احنا ان شاء الله هنحطه على الميه دي. ايه بقى؟ بصوا بقى ده السقايه طبعا زي ما انتم شايفين. هنحط لهم كده اهوت معلقه كده اهو، حوالي معلقه عسل. ندوبها بس كده برضه المعلقة. شوفوا بقى نعمل عليه ايه بقى. ده طبعا يا جماعة عصرة ليمون حلوة قوي. يا ريت على طول يا جماعة الناس اللي هي يعني بتربي فراخ بيض على طول دايما العسل والليمون ما نقطعوش من على المية، دايما يبقى من ضمن الوصفات. هم بقى كده يشربوا. ده كده حطينا لهم الميه وحطينا لهم الوصفه على الاكل. ده كويس جدا للفرخ. الفرخ بقى بسم الله ما شاء الله ياكل ويشرب ويزيد معاك. لا نقول بقى يعني لا علاج ولا ادويه ولا اي حاجه، كلها كده حاجات طبيعيه وفي نفس الوقت كمان حاجات علاجيه تمام. لو استمرنا كده على طول طول الدوره بسم الله ما شاء الله هنلاقي تربيه فراخ معانا زي الفل. وبالنسبه كمان يا جماعه الناس اللي عايزه تعملها مشروع هتعمل معانا كل الحاجات دي. لان نيجي بقى نقول مثلا بالنسبه للناس اللي بتربي لا هات رجل ما اعرفش ايه وهات رجل ايه والحاجات دي بتبقى طبعا بفلوس كتير، لا كل الحاجات الطبيعيه بتبقى افضل واحسن للفرخ. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.